جزء خاص بالبلامين درينيج مثلا الأول الأندر جراوند. اتكلمنا برضو ان في حالة الأندر جراوند بيبقى البورينج ريكويست بيمضي عليه المهندس الإنشائي والميكانيكا والكهرباء نتيجة وجود مواسير في الأندر جراوند، فبالتالي لازم انت كميكانيكا تستلم، ككهرباء يستلم السلايف الخاصة بيه قبل عملية الصب، والاستشاري المدني كده كده هو يقوم بالواجب أعمال التسليح قبل عملية الصب. تمام، على سبيل المثال ده كلها شغل أندر جراوند تمام بالميول بتاعته. طبعا كديزاين هو يقول لك بس إن الصب 5 من 10 أو 1%، لكن ما يحطلكش الانفرت ليفل لان هو ما عندوش السكشن المدني المعماري اللي بيحدد مناسيب البلاط او السيراميك اللي موجود في الفراغ قد ايه، دي جوباية تنفيذ صرف. تمام، الانفرت ليفل طبعا، والطوبب طوبب لها اشتراطات برضه هنتكلم فيها في الجزء الخاص بالبلامينج. تمام، الادوار العادية بقى رسومات الديزاين بتبقى ببساطة شديدة جدا، رسمة لي اوت ورسمة ديتيلز. رسمة لي اوت بيفرض عليها الارنجمنت بتاع المواسير، يعني مثلا ده فراغ ساحب منه ماسورة ماشي في اللي اوت هاي ليفل باف سيلينج او اندر جراوند. في رسمة تانية بتبقى التويلت ديتيلز بيحدد لك من خلالها الأجزاء الخاصة بالحمامات نفسها، ده برضو لي اوت ماشي فيها لي اوت لي اوت لي اوت هاي ليفل، مثلا لو مواسير صرف فان كويل هنا مثلا روف درين فاتح كور في السقف ومركب فيه الروف درين بتاعه. بس لسه الديتيل مش هتفتح دلوقتي. تمام، ادي مثلا فلور درين عادي جدا، بس دي من فوق، دي برضو من فوق بس هو عامل اليوتراب بتاعته عشان الروائح وزبيب سبمرسب البامب بالجنزير الخاص بيه بالقاعدة بتاعته، عدد العوامات المستخدمة هنا 1 2 3 4، كل ليفل واحد الارم ليفل واحد ستارت واحد ستارت واحد ستوب، بحيث لو وصل لليفل ده فبالتالي الترومبة ما تشتغلش او تقف، فدي اقل فهي دائما مغرقانة مية. معظم الترومبات بتبقى بالمفرمة لمنع تكون حدوث كسر في الريش. ادي الفنت، ماسورة الفنت سواء هسحب منها من الويست او من السويل في اخرها بركب الكابل الخاص بيا بحيث امنع دخول اي حشرات او امطار او اي حاجة في الشبكة نفسها. انا خرج الهواء لكن ما دخلوش حاجة تانية. دي الروف درين، تمام روف درين هو ساحب هنا من فوق صرف المطر تمام، وموصله على شبكة الصرف. في بعض المشاريع صرف المطر بيبقى لوحده، ده هنا معمل وهنا معمل وهنا معمل، فساحب على بيبر لوحدها وشبكة صرف لوحدها ولمحطة معالجة لوحدها مركب عليها طرمبتين صرف ساحبهم على الجاري تراب. كل الشبكة في ناحية والجزء الخاص بالمعامل في ناحية لوحده. تمام، تويلي ديتيلز مثلا شو تمام. قلنا ان رسمة الصرف بتبقى حاجتين لي اوت وتويلي ديتيلز. تويلي ديتيلز اهي مثلا هو جايب لك كل حمام والانديكيشن بتاعه، ادي اس تايب بي تايب تمام، بريست فلور ولا هاي ليفل يسحب المواسير يعمل كونكشن بتاعها ويرميها، وادي الفلور درين تمام. الفلور درين مكانها هنا يتم اعتمادها من مهندس المعماري في حالة تركيب كلين اوت، يتم اعتماد مكانها، فضل انها تكون في اخر الحيطة او جنب الحيطة تمام. بعض الاماكن ما ينفعش يركب فيها كلين اوت، تبقى باينة او في الطرقة او جنب حاجة.
فايدة الجرين اوت انك تقدر تسلك المواسير في حالة حدوث اي مشكلة، لكن تقدر برضو تسلك المواسير لو فيها اي مشكلة عن طريق فلور درين نفسها. المشروع كان مشروع جامعة العالمين الدولية للعلوم، طبعا نشوف معامل فيها كده. الجزء الخاص بالووتر سبلاي سريع كده. ادي الديتيلز الاول تمام. برضو في منها رسمتين، الرسمة الاولانية هي اللي اوت الشبكة الخارجية الخاصة بالدور، والتانية هي تويل ديتيلز توصيل المواسير نفسها. مواسير في الديزاين هو بيسحب الخط من الخط الرئيسي ويغذي الشبكة، ولو في سنترال هيتنج بيركب خط بالانس في أبعد نقطة. على سبيل المثال نبدأ مثلا بخط زي الخط ده، هو مغذي هنا الووتر كلوزت، مغذي الأحواض ومغذي المباول، جمعها كلها على خط رئيسي الخط ده. الخط ده وهو كده فيه هوت ووتر، فيه الكتريك ووتر هيتر، وهو كده مركب هيتر في الفراغ نفسه، فبالتالي هو مش سنترال. طالما هو مركب السخان في نفس الفراغ فهي كده مش سنترال. بركب بدخل ووتر سبلاي للالكتري هيتر واسحب منه الاول سخن، بركب عليه جيت فالف وتشيك فالف لمنع عودة المية للالكتري هيتر تاني، وفي الغالب بتبقى متحملة على نفس البند. لكن لو سنترال بتركب بالانس في ابعد نقطة وتعمل سيركوليشن للهوت ووتر. برضه هنبص للموضوع ده في الديزاين في الجزء اللي جاي ان شاء الله خاص بالدرين او الووتر سبلاي. لكن برضو دي رسمة لاي اوت كووتر سبلاي تمام. خط تغذية لحد هنا، الديتيلز الخاص بيها بيبقى كل فراغ منفصل. في نفس المشروع بقى السبيكس هم مقسمينها هنا بلامينج ووتر سبلاي شاكر تمام. اسم المشروع، الداتا الخاصة بالمشروع، كمية سبيكس لا بأس بها، كلها خوازيق إن شاء الله يعني. وهذا التكييف مثلا والسبيكس بتاعه. تمام، كل مسمى خاص بيه، اي داتا عايز تسأل عليها قبل ما تبعت بيها RFI شوفها موجودة عندك في السبيكس ولا لا، لان هو ابسط رد الاستشاري بيرد، يتم الالتزام بالرسومات التصميمية والسبيكس. فبالتالي اي وفي الغالب اي بند بيتم ذكره بيبقى موجود في السبيكس. يعني اكتب اي جملة عشوائية، ادي العزل، ادي العزل الارضية، ادي الاكسس دور في حالة انها المونيا، اي بند، الهيت اكستشينجر وهكذا. والسبيكس الخاصة بالفاير نفس الموضوع. اي بند من البنود هتلاقيه محمله هنا وجايب سيرته، حتى التست، حتى المواسير سواء اتش دي بي اي اندر جراوند او بلاك ستيل او جلفانايز، جميع البنود متوصفة بالرشاشات. تمام، طبعا نفس الموضوع اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، تمسك كل مشروع وتقطع البي دي افات الخاصة بيها كبنود. تمام، ادي مثلا الفانكويلات، وادي الايرهندات مقطعها المواصفات الخاصة بيها اللي موجودة في المقايسة، ومرفق معاها السبيكس الخاصة بيها، وبرفق معاها الاسكادول. لان ببساطة هو كاتب لي ايه اتش يو واحد، معرفش انا واحد دي بتدي كام سي اف ام. تبعت للسبلاير الداتا كاملة يقدر يسعر لك، والا ما تتوقعش منه ان هو يسعر لك حاجة. تمام، هنا مثلا ادي الايرهنداية تمام، مكانها في الروف، السي اف ام بتاعها قد ايه، 4 ام، فيها هيتر ولا لا، ووتر ولا الكتريك، كل المواصفات الخاصة بيها، انترلوك مع حاجة ولا لا، فاريبل سبيد ولا لا، فيها كل الداتا. ده مثلا في حالة ال HU. بالمثل المراوح، لو بصيت على المراوح هتلاقيه
يا دوبك كاتب لك المروحه بالسي اف ام بتاعها، مفيش اي داتا تانية، سنترفيوجر ولا ان لاين ولا بوكسد ولا فلتر ولا من غير فلتر ولا روف توب ولا بريشرايزيشن، كل الكلام ده متوصف في السكادول اللي عندي. تمام، هو واضح ان البي دي اف دايما فيه مشكله. ال في ار في نفس القصه، بتبعته للسبلاير الاول الخاص بالفي اي في، سواء ايجاد اي جي كاد او ميتسوبيشي او سامسونج او دايكن، بعد حصر طبعا مواسير الفريون المستخدمه والبرانشات اللي بيتم استيرادها، الاير اوتلت تبعت بند الاير اوتلت لزمزم، زمزم شغاله في الجريلات وشغاله في الفي اي في وفي السي اي في، فوليوم دمبر فاير دمبر، دورك تحصرها في المشروع. البامبس بعتها للسبلاير الخاص بالترمبات وهكذا، دور في بروبابل السكادول مكتوب فيها القدرات الخاصه بيها وهكذا. الاكسل مثلا موجود فيه كل الكميات الخاصه بالمشروع، انت تقطعها تبعتها للسبلاير بالسبيكس الخاصه بيها، مثل زي جزئيه خاصه بمشروع اللي درسناه. تمام، وهكذا. احنا برضو ممكن هنبدأ بيه المرة الجاية، ده مشروع خاص بمشروع ديزاين وشوب دروين خاص بمسرح دار الأوبرا المصرية، الباكج بتاعته كاملة. أولا ليست اوف دروينج، الباكج دي هتاخدوها، أنا اللي كنت عامل ديزاين ساعتها واعتمدته من الاستشاري، وبعد كده اشتغلت كشوب دروينج. الداتا اللي موجودة في المشروع، رسمة التشيل ووتر خاصة بالمسرح والاير هندايه بالديتيلات بتاعتها، الرايزر دايجرام واللاي اوت بتاع التشيلد ووتر والتشيلد ووتر بامب الامتدادات بتاعتها والتشيلر بلاند الدكتورات والفاير فايتنج واللاي اوت بتاعها والفاير الارم. كان ساعتها في الشركه دي كنا شغالين فاير الارم برضو، الكالكوليشن المرفقه بيها هو الاي اتش يو ستاتيك. تمام تمام، عشان اوضح الاستاتيك محتاج افتح الرسمه الكاد بتاعها، ادي الكاد مثلا فاينل فاينل رسمه الدكتات الدكت. ده كان مشروع مسرح. تمام، عدد الايرهندات المستخدمه في المسرح 8 ايرهندات، عدد المراوح السموك عددها 8، انترلوك مع الريتيرن الخاص بالمراوح بالاي اتش يو، تم توزيع الجيت ديفيوزر الفور إليمنت على المسرح كخشبة والستيج نفسه، والريتيرن كان متوصل عبارة عن منور في كل فراغ من المسرح متركب فيه لوفر في أسفل المسرح زي الأوبرا القديمة بالظبط، وفوقه متركب موتورايزد فاير دمبر بحيث لو حصل حريق الجزء الخاص بالريتيرن يقف ويسحب كسموك، فيتم سحب السموك من اعلى نقطه، في حين ان الريتيرن بيبقى من اوطى نقطه. لو افترضنا العكس، لو سحبنا السموك من اوطى نقطه فبالتالي الدخان بدل ما يطلع فوق هينزل تحت فالناس هتموت، فعشان كده السموك ساعتها سحبناه من فوق اعلى نقطه والريتيرن من تحت، والفرق بينهم هو الموتورايزد فاير دمبر الموتورايزد سموك دمبر بحيث لو حصل حريق يقوم فاصل والتاني شغال بالظبط. الأبعاد تم حسابها عن طريق الدكت سايزر، والسرعة في البرمنت عن طريق الريكومنديشن الخاص بأشري في الفراغات مع مراعاة النويز كريتيريا، وتم تركيب ساوند اتندويتور الجزء ده داخل كور اير هنداية بحيث ان احنا نقلل الصوت على قد ما نقدر. وادي مروحة السموك تم حسابها على الفراغ كله وتوزيعها على عدد 8 اير هندات،
فكان في 8 ايرهندات، كل ايرهندة 20,000 سي اف ام 50 طن، عدد المراوح 8 مراوح، كل مروحة 16,000 سي اف ام، بحيث لو حصل حريق في الفراغ يتم سحب الدخان في الفراغ كله. تمام، ادي سامبل للاي اوت اللي موجود، خرطوشة. تمام، ده الضغط. فبالتالي عشان اعمل ستاتيك كالكوليشن برضو هنتكلم فيه في الجزء الخاص بالديزاين، بس حتى الان يعني تمام ولا حاجة. كل اللي بيحصل انت تبدأ بأبعد خط. طبعا احنا كل الضغطات اللي هنا، كل الارهندات نفس القدرة 20,000 سي اف ام، فبالتالي انقي اطول مسار للارهند. اطول مسار للارهند كان الارهنداية دي مثلا. تمام، ودي ابعاد واحدة 4,000 سي اف ام، 8,000 سي اف ام، 12,000 سي اف ام، 16,000 سي اف ام، 20,000 سي اف ام. والابعاد بتاعتها مكتوبة 50 × 46 في حالة انها مستطيلة ضغط، وفي حالة انها راوند ضغط. تمام، المسرح ده كان مكشوف، قرروا يعملوا جملون حديد من فوقه. شركة ايطالية هي اللي بتصمم الجملون من فوق، فبالتالي كل مكان لتيش يتم عمل حسابه ان هم هيخرموه معزول. تمام، بحيث ان انت تركب التيش، وما ينفعش تقول لا ده انا عايز اغيره، هو مش خرسان عشان تضرب التيش في المكان اللي انت عايزه، التزم بالمكان اللي انت هتحدده. فكان لازم نعملها بدقة. لو بصيت هتلاقي ان كل الداتا موجودة ما عدا البوتوم اوف دكت، لان ساعتها ما حددوش لسه ارتفاع الخرسانة قد ايه، كان اعتماد من الاستشاري بس. الجيت دكت مرتبط ببلينم بوكس برضو. ادي رسمة الدكت عشان تسقط الستاتيك كالكوليشن. ادي اول حاجة 4,000 8,000، دي 4,000 8,000، 12,000 16,000 20,000. عدد الامتار اول حاجة 10 متر 9 متر 9 متر 9 متر، 22 متر. الدايمنشن بتاعتها بالملي، او تكتبها بالراوند لحد ما تحقق لك في الاخر ان انت المروحة الواحدة محتاجة كام، زائد طبعا عدد الكيان الموجودة عندك في الشبكة، زائد عدد البرانشات، زائد عدد الالتهاب لو عندك في جيت ديفيوزر، لو عندك في بالماوس، لو عندك فيه فاير دمبر او فوليوم دمبر. كل ده بيسمع معاك في الاخر. اي فاير دمبر، عدد واحد فاير دمبر، عدد واحد بلينم بوكس، عدد واحد باك فلتر طبعا، وعدد واحد ساوند اتنويتور اللي اللوسز بتاعته كاستاتيك كبيرة جدا 75 باسكال. تجمع القصة دي كلها في الاخر يطلع لك الاستاتيك رقم الجميل ده. تمام، يطلع لك الرقم الجميل ده اللي هو 181 باسكال، اللي هي تقريبا بتبقى 1 انش. 1 انش ده رقم كبير مش قليل. فدي رسمة ال، نرجع بس للكالكوليشن. فدي الكالكوليشن، اول كالكوليشن كانت عن الستاتيك. الاليت كالكوليشن طبعا هو الريبورت في الاخر، الجزء الخاص بالكي فاكتور اللي اتكلمنا عليه. الكي فاكتور فرق درجة الحرارة من مكان ومكان تاني، والقطر اللي هستخدمه مرتبط بالكي فاكتور. تمام، ده ابرايت كريسبوند، الكي فاكتور 11.2، يكفر لحد ارتفاع مسافة بينه وبين التاني 1.8 متر. راسكو ده الديلوج فال، ادي الاليت كالكوليشن بتاعنا بالريبورت بتاعه الفراغ كله. تمام، ادي الهاب كالكوليشن طبعا. مية وتسعين طن فراغ، الفراغ التاني بتاع الستيج 130 120، هتجمعهم على بعض هيحقق لك الرقم. اكسيرو كورد، الاتش فاك بامب، الهيدروليك كالكوليشن نتيجة تركيب ايرهندات فوق، تم حسابها بالكيان بتاعتها بالالتهاد بالمحابس بتاعتها،
حققت الهيد 30 لتر اعتبار السموك فان كالكوليشن لحساب السموك فان الموجود في الاستديو وخشبة المسرح حسابات مبدئية كانت معتمدة على الاريا والاري تشينج بر اور وفقا للكود والسبلاير الاي اتش يو كتالوج ده كان كتالوج واحد ثقافة تمام مشروع دار الاوبرا وادي الاير هنداية مرتبطة بالساوند اتنويتور والسبلاي بالريترن بتاعها تمام كل الديتيلز الخاصة بيها بالباك فلتر تمام وادي نتيجة ان انت شغال في مسرح او دار اوبرا فانت الصوت بالنسبة لك مهم جدا فده الكتالوج الخاص بالارم فليكس ومعدل الصوت الخاص بيه بيقلل قد ايه كل ما السيجنس اختلف وده الساوند اتندويتور تمام تركب في الصاج او سيكشن في الارهندية نفسه يمنع على يعمل على ذبذبة ذرات الهواء بيقلل السبيد بتاعها عشان كده حاطينها في الستاتيك كالكوليشن 75 باسكال وفي الاخر يخرج لي هواء نوعا ما الفويس بتاعه قليل جدا ودي كتالوج تاني بتاع زمزم للساوند اتنويتور تمام دروينج بقى الرسمة الأولانية بصينا عليها خلاص الجزء الخاص بالـ AHU ديتيل المشروع ده طبعا لما يبقى عندك الانديكيشن ده كله جاهز بلوك كله دايناميك فأسهل حاجة إن أنت تعمل ديتيل أو تعمل سيكشن أدي الإير هنداية بأي دايمنشن أنت عايزه أدي القطر بتاعك 4 بوصة مركب بريشر جيج والثرمومتر وعامل الباي باس بتاعك وعامل محبسك بالانس وجيت وسترينر اسهل حاجه تعمل سيكشن لو انت عندك الديتيلات اللي انت محتاجها وعندك الديناميك اللي انت محتاجه وقادر تعدله تمام مسافه بين المواسير وبعضيها رسمه التشيلد ووتر الخاصه بالمسرح زي رسمه الدكت اللي اتعمل عليها الهيدريك كالكوليشن كل واحده الفيتنج بتاعتها تتغير المواسير بتاعتها تتغير لو الاستشاري قال لا بلاش الارهندية دي جيب ارهندية تانية كل اللي هتعمله ان انت هتلعب في الدايمنشن بتاعها تغير السبورت مسافة بين الارهندية والتانية اشتغل دايناميك تلاقي نفسك وانت بتعمل ايديت لأي حاجة الدنيا سهلة تحديدا لما تشتغل مثلا غرفة زي غرفة ترومبات او غرفة تشيلرات ادي غرفة ترومبات مثلا ادي عدد الترومبات اللي موجود الهيدر بتاعنا العزل الاتنين تانك ترومبتين الميك اب فلوميتر الاكسبانشن تانك بتاعنا وادي الشبكة رايحة وداخلة وصبر صوت بامب بتاعتك التشيلد ووتر رايزر هو كان عبارة عن دار اوبرا مصرية فعبارة عن 4 ادوار 3 ادوار وبالبدروم كل شبكة اير فينت فوق اللي اوت اندر جراوند كانت عبارة عن مواسير اتش دي بي اي معزولة ومحقونة فوم وفي سليفة بي في يو بي في سي تمام جاي من اول محطة الانشلارات اندر جراوند بمحبسين في ترينش لحد ما تدخل البدروم الفيتنج الخاصة بمواسير الاتش دي بي اي او البي في سي سعرها في الغالب بيبقى 3 اضعاف سعر متر المواسير فالرقم مش شوية وبتتحصر بالعدد مينفعش تجيب كوعين زيادة الديتيل الخاصة بالترومبات اللي اتنفذت بالفعل مراعاة السرير 3 مرات ضعف القطر او مرتين مسافة بينهم الاوعيات الانديكيشن الخاص بيها غرفة الاتشلرات اللي ما خدتش غير مثلا كام ساعة في عملها عدد 4 اتشلرات والاتشلر متصل باكسبانشن جوين العزل المواسير الاجزاء الخاصة بالبي ام اس الدي بي اس نقطة الدرين بتاعنا طبعا سنتر اوف باي بتاع المواسير المسافات كخمسة دي الباي باس من السبلاي والريترن عشان لو حبيت اغسل الشبكة كلها تمام طبعا ابعاد التشيلر تجيبها من الكتالوج عشان خاطر القاعدة الخرسانية اللي هيتم صبها
تمام، دي الرسمة الخاصة بالتكييف، الرسمة الخاصة بالفاير كاري اوت وكور في الترمبات بالسكاشن الخاصة بيها. عندي عدد 3 ترمبات الكتريك ديزل جوكي سنسنج لاين ستانل ستيل او جلفانايز، متوصل على لوحات كنترول خاصة بكل واحدة. الارم تشيك فالف، وانت بتعرف امر توريد الارم تشيك فالف بتختاره ان كان هوريزونال او فيرتيكال، في الغالب بيبقى هوريزونال سهل تركيبه. رينش درين في النص رامي على ترمبة الغطسة. محابس التست والدرين والفلوميتر، والمفروض في محبس بريجر ريليف فالف قبل التشيك فالف على طول، بيرمي في الخزان على طول. تمام، والسحب بتاعك والسكشن هنا هيبين السلايف لوفر فلو، مروحة الول ماونت او الفريش، ارتفاع القاعدة، الانتيك لاين اللي بيغذي الشبكة بالعوامة. ده الجزء اللي اتكلمنا عليه. الصاج الاسود راوند بلاك ستيل دوكت متوصل بشطر فوق، ياخد من الشكمان بتاع الديزل وديزل انجين مافلر، ده بيقلل الصوت ونوعا ما فلتر، ياخد الهواء العادي من الديزل ويرميه بره الفراغ. ده الفيول تانك، دي طبعا رسمة مهمة جدا. ده البيلدر وورك الخاص بالخزان، قبل ما يصبوا اي خزان بيجيب مهندس الميكانيكا من قفاه ويقول له انا عايز بيلدر وورك عشان انت تركب البض الفلانجيت بتاعتك والسلايف بتاعتك في الخزان، وبناء عليها بتوصل المواسير بتاعتك والسحابات بتاعتك والامطار زي ما هم موزعينها ومقسمينها. تمام، ويتم تحديد اماكن المواسير دي باكترها باكس واي، ويتم استلامها بميزان قبل تركيب البض الفلانجيت. طبعا هنا الايرفنت في الخزان هو عبارة عن ماسورة رقبة وزة لمنع دخول اي حاجة الخزان تاني، في الغالب بتتقفل وبتتخرم من هنا. دي البادل فلانجيت لمنع التسريب بالمية، ده انديكيشن للترينش درين احنا شغالين بيه. دي رسمة الفاير الخاصة بالمسرح نفسه، توزيع الرشاشات. تمام، طبعا دي المنطقة المسرح نفسها بتركب فيها بندنت وابرايت لان الارتفاع اعلى من 80 سنتي، والكيفاكتور بيختلف نتيجة ارتفاعه، لكن منطقة الاستيج نفسها بتركبش فيها غير ديلوج فالف. تمام، بحيث لو حصل اي حريق ديلوج فالف، بس لو حصل اي حريق الفليم ديتكتور اللي احنا هنفتحه حالا في رسمة الفاير الارم، الفليم ديتكتور اللي انت مركبه يشتغل. مبدئيا ما ينفعش تركب سموك ديتكتور بالظبط كده، رسمة الاستيج اهي ما فيهاش غير فيلم ديتكتور، ما ينفعش تركب سموك ديتكتور لان اصلا المنطقة دي كلها دخان، والحاجات بتاعة المسرح دخان وكده، فلو الدخان جه على سموك ديتكتور هيشتغل وهيدي انذار، في حين ما فيش حاجه فبالتالي ما تركبش غير فريم ديتكتور، يدي اشاره في فريم ديتكتور، يديلوج فالف بيشتغل، يدي رشاشات، رشاشات مفتوحه على طول اصلا، رشاشات يديلوج فالف دائما مفتوحه. ده جزء خاص بمشروع اتعمل له ديزاين، المره الجايه تكون رسمه الديزاين بتاعته ورسمه الشوب دروين الخاصه بيه. تمام، فلو بصينا على الجزء الاول ان احنا حتى الان يعتبر خلصنا الاجزاء النظري، بس في شويه داتا برضو خاصه بال4 محاضرات اللي فاتت هجمعها برضو واديها لكم، بما في ذلك البرايس ليست، البرايس ليست بتاع الاسعار الحاجات اللي عندنا. احنا كده خلصنا المحاضره الاولى، اتكلمت عن مهام المكتب الفني، التانية اتكلمت عن العقود والعطاءات، والتالتة اتكلمت عن دراسة جداول الكميات وطبقناها في مشروع كان أهل مصر مستشفى، والتالتة كانت المستخلص والحصر وعرضناها في شيتات حصر ورسومات دروينج حصر. وال4 محاضرات الجايين على الأقل هنتكلم فيهم عن الديزاين خاص بالتكييف والحريق والصحي
كل محاضرة فيهم منفصلة، وارتباطهم بقى بالرسومات التنفيذية وكيفية إعدادها واللي أوت والبلوكات والسكاشن والداتا اللي مطلوبة منك كديزاين أو كاستشاري، والكالكوليشن التقريبية أو التشيك اللي أنت بتعملها عشان تحول رسم من ديزاين لشوب دروينج. هي مش بس إن أنت تحولها لدبل لاين، في حاجات أنت كمقاول بتشيلها صرف بتلبسها كده كده، فيستحسن تبقى مدرك هي إيه عشان تقدر تتجنب تاخد رفض في التاني في التالت، او تتجنب مشكلة. انت كده كده مطالب بسنة ضمان اعمال، ومطالب بانك هتنفذ الاعمال وفقا لاشتراطات الدفاع المدني وفقا لاصول الصناعة. جملة اصول الصناعة دي كده كده تودي في داهية. وان شاء الله يعني الاربع محاضرات الجايين هيبقوا نوعا ما تكنيكال اكتر من المحاضرات اللي فاتت، حاولنا عاد ما نقدر نخليها تكنيكال او عملي نوعا ما بشيتات بحصر بلوحات، لكن الاربع محاضرات اللي فاتوا كانوا نظري ما بخلاف طبعا الحصر ومستخلص وعملية التسعير. لكن المحاضرات الجاية ان شاء الله هتبقى تكنيكال كتكييف او كحريق او كصحي او ككوردينيشن وشوب دروينج.